المتابعة من روسيا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الناتو لا يريد أي تفاعل مع موسكو، في وقت أشار إلى أن روسيا مستعدة لأي نوع من التهديد. وزير الخارجية الروسي أكد أن كل مصالح الناتو كانت إثارة للدعاية والضغط على روسيا، مشيرا إلى أن دخول الولايات المتحدة البحر الأسود من أجل السيطرة على روسيا أدى إلى زعزعة الاستقرار.